معنا اول خبر للاسف ان هو خبر حزين طبعا كلنا صحينا عليه النهارده، وهو وفاه الفنانه رجاء الجداوي بعد 43 يوم في العزل الصحي بالاسماعيليه، وذلك بعد تواجدها لمده 43 يوم في العزل الصحي منذ اصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عاما. ونتقدم بخالص العزاء طبعا لاسره الفنانه القديره رجاء الجداوي، ونسال الله ان يلهمهم الصبر والسلوان. خلونا ندخل مع بعض في تاني خبر بيقول معانا 6 علامات للإصابة بدهون الكبد. أول حاجة الحرمان من النوم، رقم 2 حكة الجلد، رقم 3 إصفرار العيون، رقم 4 فقدان الذاكرة، رقم 5 الإرهاق باستمرار، رقم 6 وزنك بيرتفع أو ينخفض. وبجانب العلامات دي في أطعمة بتساعد على التخلص من سموم الكبد، وهي أول حاجة الثوم، لأن الثوم غني بالسيلينيوم اللي بيعزز تأثيرات مضادات الأكسدة وبيزيل السموم من الجسم. رقم 2 زيت الزيتون، رقم 3 البنجر، رقم 4 معانا الشاي الأخضر، وغسل كمان الخضروات والفاكهة دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. رقم 5 الحفاظ على الوزن الصحي، رقم 6 تجنب ملامسة دماء الآخرين وسوائل الجسم. خلص معانا الخبر ده، خلونا ندخل على خبر تاني وهو رقم 3 معانا، أطعمة تؤثر على القولون العصبي. أول حاجة هي الألياف غير القابلة للذوبان، رقم 2 منتجات الألبان والأجبان، رقم 3 الكافيين، رقم 4 المحليات الاصطناعية، رقم 5 المأكولات الغنية بالدهون، رقم 6 المأكولات المصنعة، رقم 7 الكحول، رقم 8 الثوم والبصل والقرنبيط. وعشان نوضح الخبرين اكتر معانا على التليفون دكتور هشام الخياط، استاذ امراض الكبد والجهاز الهضمي. اهلا بحضرتك يا دكتور هشام. اهلا بحضرتك يا فندم، واحب في الاول يعني انا واقول اللهم ارحم الفنانه العظيمه الرائعه المحببه الى قلوب الملايين رجاء الجداوي، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين. امين امين يا رب. دي اول حاجه. خلينا يا دكتور نتكلم عن خبر القولون العصبي. قلنا شوية حاجات ممكن لو تجنبناها يعني نبتعد شوية عن الحاجات أو التهابات اللي بتحصل في القولون. كلمنا يا دكتور أكتر عن الخبر ده. هو القولون العصبي هو مرض متلازمة في أعراض كتيرة قوي، لكن أهمها الألم اللي بيتحسن جزئيا بدخول الحمام. بيبقى مصاحب معاه انتفاخ، ممكن يكون مصاحب معاه إمساك أو إسهال، غازات في البطن، تقلصات في البطن، كل ده متلازمة القولون العصبي. اللي بيعمل تريجرينج أو بيخلي القولون العصبي يحصل له هياج، أهم حاجة التوتر العصبي. الحقيقة التوتر العصبي ده مهم جدا، احنا ملاحظين انه الناس اللي بتروح حجازات يكون عندها قولون عصبي، قولون عصبي بيهدى جدا. طبعا هناك الأكلات العديدة اللي بتخلي القولون العصبي يحصل له بعض التوتر أو الهياج، زي البصل والثوم والكرنب والأرنبيط والبكل والكرات والفول والطعمية والبصارة والكشري. كل الحاجات دي أغلب الناس اللي بتعاني من القولون العصبي بيحصل لها نوع من استفزاز للقولون العصبي عند أكل هذه الوجبات. بالنسبة لللبن، الحقيقة اللبن بيعمل انتفاخ. انتفاخ ده يعني مرض تاني قولوني مختلف عن القولون العصبي. ساعات القولون العصبي بيبقى فيه انتفاخ، لكن هو المشكلة في اللبن ان في بعض الناس ما بيبقاش عندها الانزيم اللي بيهضم سكر اللبن اللي هو اللاكتوز. الانزيم ده بنسميه اللاكتيز. في دلوقتي الكثير من الألبان الشركات اللي بتعملها بدون لاكتوز، صحيح، عشان ما يحصلش الانتفاخات دي. اللبن بس يا دكتور ولا اللبن وجميع منتجات الألبان هنا؟ جميع منتجات الألبان. عشان كده بقول لحضرتك دلوقتي أصبح في بعض الألبان نلاقي عليها لاكتوز فري أو بدون لاكتوز، صحيح، وفي أقراص فيها الخميرة أو الإنزيم اللي بيهضم اللاكتوز بتاع الألبان والمنتجات الألبان. فالحقيقة دي من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها، وخاصة عند الناس اللي بيعانوا من انتفاخ. في نقطة تانية برضو وجدت انه في ناس كتير جدا بتعاني من انتفاخ نتيجة تناولها الجلوتين، الأغذية التي تحتوي على الجلوتين. جلوتين دول اللي هو القمح ومشتقاته، القمح والشعير والشوفان
كل ده بيبقى فيه مادة الجلوتين. لما بيبطلها المريض الحقيقة الانتفاخ بيتحسن جدا جدا جدا. وأحب أقول إن المخبوزات لبعض الناس بتبقى ممنوعة، والمكرونة لأنها من الدقيق والدقيق من القمح الحاجة الوحيدة اللي مسموح بيها يخبز بيها الذرة. دي نقطة تانية بتسبب الانتفاخ كمان. تمام دكتور هشام، أنا بشكر حضرتك جدا، وأتمنى إن حضرتك يا ريت تشرفنا، يعني تدينا وقت من وقت حضرتك شوية وتشرفنا في يوم هنا على الهوا نتكلم مع حضرتك في مواضيع كتير يعني محتاجين خبرة حضرتك فيها والمعلومات يعني الكافية اللي ناخدها من حضرتك، فيا ريت حضرتك تشرفنا في يوم. شكرا جزيلا للمداخلة.